سير لقح وموت، تشلل وموت، تعاق وموت، حنا ما شغلناش، المهم خشي هذاك السم وموت. سمح لي على ما نوجه واحد الكلمه، هذاك الحشايشي، هذاك البجداس، هذاك اللي ما تعرف تهضر، ولكن اللوم ماشي على عليك انت، اللوم على الشعب اللي وصلك وعطاك هذاك المكانه. نتوما يا اللي تتمثلوا الشعب وتتمثلوا الامه ديال الشعب، جالسين تتصفقوا تتصفقوا. حنا بحال هذا الشعب هذا راه ما عنده حتى شي قيمه، ولكن كل الشعب كان مزير ما يصوت على حتى شي حرامي، لان بمجرد ما طلعت هذه الوزاره اول حاجه دارتها هي الزياده في الاجور، هي الزياده في الاسعار، في حين ان ما كاينش زياده في الاجور. فهمتي؟ الانسان عنده 40000 ريال تمشي تقطع تيحجم، شنو غادي يدي لولادو؟ شنو غادي يدي لولادو؟ فهمتيني؟ ما تيدي لولادو حتى شي حاجه، واحد زياده الاسعار مهويله. ما صوتش عليه وما عمري غنصوت عليه، و40 عام ما عمري صوت على شي واحد. صامدون للجواز في دور، صامدون صامدون للجواز في دور. كنا كيضربوا عباد الله الناس، حنا عاد كنهضروا على حقوقنا، شدها الناس يا ربي غنشدوها، ما شداش غنمشيو لديورنا نكسو فيها. تتبع ما يحدث من انتهاكات في حق المواطنات والمواطنين، هذه تدخل عليا المادة التاسعة.
كامله ما تلقحش. دابا كلشي لقح، حنا كلشي تلقح. شوف دابا كلشي لقح، دابا كلشي لقح. دابا قالوا حتى المرضعه اللي تترضع ما تلقحش، والحامله ما تلقحش. دابا كلشي، دابا انا بنت اختي دابا حتى هي لقحات، ولكن دابا البنيه مسكينه طاب لها فمها. لا انا درت الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، ولكن الثالثه ما بغيتش نديرها اختي، مع فيا الطنسيو فيا السكر وداكشي ما بغيتش نديرها. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جدة العالم 24.